عملنا السالمون ويلينغتون، دخلناها الفرن، عملنا الجراتان وحطيناه بالفرن. تعالوا قبل ما ندوق نعمل سلطة شهية. أنا لابسة لكم جلوفز عشان هنعمل حاجة بالبنجر. البنجر ملون طبيعي، ده ولا مسلوق ولا حاجة، ده متقشر ناي. النهاردة هنستخدم الماندولين برضو، هيرو بطل السلطة دي. بصوا بتقطع الحاجات شرايح بطريقة، يعني البنجر لو قطعناه وهو ناي مش هنستسيغه قوي إلا لو كان رفيع كده. الناس اللي بتحب السوشي هتفهمني، بيتقدم جنب السوشي بيتقطع كمان ماتش ستيك رفيع، يعني مش بس بالعرض، صوابع، بيبقى خطير. شايفين شكله حلو إزاي؟ بنفس التكنيك اللي عملنا فيه البنجر قطعنا الفجل، والفجل من الحاجات المظلومة معانا برضو. متقطع الفجل، عندنا ايه كمان؟ الخيار برضو متقطع بالماندولين. انا هحط كل عناصر السلطة، خيار، بنجر، الفجل، عندنا ده الكامكواتس، ناس كتير بتشوفه بالسوبر ماركت الفترة دي. تعالوا نبص عليه. خلاص انا خلصت البنجر، هنشوف هنتعامل معاه من غير ما نبقع ازاي. ده الكامكواتس، شايفين بيبقى موجود دلوقتي حتى عند محلات الخضار والفاكهه في الشارع. الكامكوات نوع من انواع الحمضيات، اشبه بالبرتقان او المندرين اليوسفي، وطعمه حلو جدا مع السلطات، بقشره بيدي مراره حلوه. فانا عندي هنا كامكوات اهو متقطع ويدجز، وعندي سيجمنتس. يعني ايه سيجمنتس؟ دي اللي هي الفصوص، البرتقان والليمون متشال عنها القشر. سلطه تحفه مع السيفود. تعالوا نركبها مع بعض ونعمل الدريسنج. هناخد الاول، اين هم الورقيات؟ دي ورقيات مشكله، خس مشكل. تعالوا نفرده كده. احنا قلنا المنيو الاسبوع ده كل الحاجات اللي فيها تنفع في العزومات. هنعمل ايه؟ هنعمل كده، هاتوا شويه، نفردهم في الطبق. هنوزع عليهم دلوقتي كل الخضار اللي موجودة عندنا. هناخد مثلا شوية خيار، بتشوفوا سلطات كتير بالبوفيهات شكلها حلو وطعمها طبعا حلو، بس الواحد لو قاعد في البيت ممكن يخلطه كله في بولة مع بعضه، بس حلو نتعلم برزنتيشن للعزومات. هناخد مثلا الفجل، الفجل بيضيف نكهة، عارفين برضو في السوشي الوسابي اللي هي الرادش، النكهه البيبري اللي فيها حادقه شويه، حادقه زي الفلفل الاسود، يعني هي بتدي نوت في الـ في الـ في السلطه حلوه جدا. هنوزعهم، هنحط، تعالوا نحط الكامكوات. الناس اللي بتحب البرتقان والمربى المارمليد بتاع البرتقان هيحبوا السلطه دي جدا جدا. هنوزع كمان اوكي، هنوزع البنجر. حلو نعمل رقات، مسكت البنجر ايدي هتبقع. ممكن نعمل رقات، يعني ايه رقات؟ يعني بعد ما نوزع مثلا البنجر نرجع نحط شويه خيار، نرجع عشان نشوف كل المكونات، نرجع نحط شويه فجل. الوانها تجنن، وكل ما تعددت الالوان في السلطه الفوائد بتزيد. هنحط شرايح الليمون، نوزعها، بتبقى كده سيربرايز، بتطلع بوب مززه حلوه. بس هنعمل دريسنج بسيط، بس شرايح الليمون والبرتقان هتدينا مساعده للدريسنج. ناخد الاورنجز، شايفين السلطه حلوه ازاي؟ تجنن. احنا طبعا دلوقتي لايف، مش بس على الهوا، لايف على الفيسبوك وعلى الانستجرام. وعايزه اقول لكم انه في مفاجاه، احنا براس السنه هيصادف الخميس، واحنا عاده الخميس عاده بتبقى حلقه مسجله، بس السنه دي اكيد في ميس شو هنبقى لايف معاكم. وانتظروا من بيكو ومن ميانتا مفاجآت كتير وهدايا كتيره وكبيره، ركزوا معايا، كبيره. هتعرفوا كل تفاصيل المسابقه وازاي تكسبوا وازاي تشاركوا في الحلقه. خلي عيونكم على السوشيال ميديا عند القاهره والناس على الفيسبوك وعلى الانستجرام، كل شويه بصوا، لانه هتنزل بوست هتقول لكم ازاي ممكن تكسبوا ثلاجة، فرن، بوتاجاز، اير فراير، كل الحاجات اللي بنستخدمها، فود بروسيسور، شواية، كل الحاجات دي هتبقى يوم الخميس على الهوا. طيب تعالوا بسرعة كده نعمل ايه؟ ناخد الدريسنج، هضيف فيه حاجة كده جديدة، هضيف فيه الشمر. الشمر لو موجود طازة هو بيبقى كده راس بيضة كده ومن فوق ورقه زي الشبت، لو موجود طازة بقطعه شرايح، لأنه مش موجود هاخد شوية بذور شمر.
وافرمهم هنا، اطحنهم بال كده على الخفيف بالهون، انعمهم. الشمر بيليق جدا الفانل مع السمك. تعالوا نعمل الدريسنج مع بعض. انا عندي سريعا، الوقت بيجري معاكم بسرعه، هحط الشمر، علقه صغيره شمر. طبعا هنحط زيت الزيتون، وممكن دايما نعمل دريسنج بزياده ونحطه جنب، يعني نحط شويه ونحط الطبق جنب السيرفيس بتاع السلطه علشان اللي بيحب يزود في طبقه. هنحط طبعا عصير ليمون وملح. اين الملح؟ الدريسنج البسيط العادي، النكهات كلها جايه من جوه السلطه، الاورنجز، الراديشز، بس الشمر هو المفاجاه. هناخد الدريسنج نوزعه على السلطه. لو خلطنا الخس معاها من الاول في العزومه هيدبل جدا، فبنحط كميه تدي النكهه المطلوبه، وممكن تضيفوا خل. انا مش من عشاق الخل قوي مع السلطه، فانا حاطه الخل جنبي وكنت ناوي احطه، بس ما اني مندفعه مش مندفعه النهارده، ترويت وما حطيتوش، بس انتم ممكن تضيفوا شويه خل. ما حطيتش كل الدريسنج لاني هاخد شويه من المايكرو جرينز. المايكرو جرينز اتكلمنا عنها كتير، كل ده زراعه مصريه، هي براعم الكزبره وبراعم الجرجير وبراعم وهي صغيره كده بتتقطف. وهنحط المايكرو جرينز كده على السلطه، ما نغطيهاش، بس هم زي ما قلت لكم نكهاتهم. المايكرو جرين الجرجير هي جرجير، مايكرو جرين الكزبره طعمها كزبره، هم مش بس شكل، هم الوان ونكهات وفوائد. هزود شويه من الورق كده يدي تكستشر، اند فوالا، السلطه بقت جاهزه. ايه رايكم؟ انا عن نفسي عجباني جدا. احنا معانا 3 دقايق وهرجع للسوشيال ميديا واركز معاكم بعد الهوا. اللي بيتفرجوا علينا على التلفزيون يروحوا بعد الهوا على السوشيال ميديا. تعالوا نغرف بسرعه، هاخد السكينه، تعالوا نقطع السالمون ويلينغتون، ناخدها من هنا. خلوني اشيل اول قطعه دي كده، دي اغلبها عجينه مع السبانخ. هناخد قطعه كده، ترارارا، شايفين شكلها؟ استوى السالمون. ناس كتير بتقلق انه قطعه كبيره من السالمون مش هتستوي بسرعه. السالمون من الحاجات او الاسماك بشكل عام اللي بتستوي بسرعه، فاللحمه عاده ممكن نحمرها للبيف ويلينغتون قبل ما نحطها جوه الفرن مع العجينه لانه هتحتاج وقت اكتر. هناخد القطعه دي كده، خليكم بس اخدها كويس، عايزه اوريها للكاميرا كويس. شايفينها؟ باينه؟ مفيش احلى من البوف بيستري مع السالمون وكريم اوف سبينتش. هنحطها في الطبق وهنضيف معاها، ناخد تيجوا نقطع الحته من الجراتان. لما تعملوه سيبوه يبرد عشان يتماسك. تعالوا نبص على رقات البطاطس، انا عايزاكم تشوفوا معايا هنا، بصوا كميه الرقات من البطاطس. هنحطها جنب السالمون، عايزاكم برضو هنا ممكن تشوفوا قد ايه في رقات رفيعه من البطاطس جوه الجراتان. هاتوا انضف الطبق بسرعه ونحط شويه سلطه جنبه عشان نعمل الغرف اللي يليق. هو ده طبق متكامل ممكن تاكلوه ببوفيه 5 ستارز. بصوا حلاوته، هاتوا نضيف عليه، شايفين؟ تيجوا ندوقها مع بعض واقول لكم بجد، انتوا عارفيني انا ايه، صريحه معاكم. عايزه جنبها ليمون وتاخد معاها شويه شبت، نكهات بتليق مع السالمون. اللقمه لما فيها كل العناصر دي جربوها هتعجبكم جدا. واستنوا يوم الخميس، ومن هنا للخميس حلقات مليانه وصفات شهيه. دلوقتي هسيبكم مع الاطباق دي واقول لكم باي من اول يناير.
فكروا عايزين تبطلوا ايه عادة سلبية وتعملوا حاجات جديدة ان شاء الله كلها هتبقى تقدروا تعملوها. وانا عن نفسي هعمل زيكم. اللي حابب يكمل معانا يلا على الفيسبوك على الانستجرام، احنا لايف على صفحات القاهرة والناس بحبكم جدا وباي.